يتصفح جو فاتورة خطه الخلوي، يتأمل الأرقام المدونة هنا، يحدد بقلمه تلك الأرقام المبهمة. فالرجل يدفع شهريا تكلفة خدمات لا يجد أثرا لها سوى على هذه الفاتورة. أنا تقريبا بدفع فيكس 4G 30 دولار بالشهر، والحلو انه بس يخلص الشهر انا بعمل زيرو، بعمل ريسيت، يعني ما بستفيد من شيء، يعني عم بدفع على خدمه اصلا ما بقدر اخذها بهون بالمنطقه. التليفون العادي السيلولير بحكي انا وحيلا حدا شخص بينقطع، برجع بعيد مره ثانيه، برجع مره ثالثه. 65% من قيمة الفاتورة هي مجموعة من الضرائب، فيما لا تتجاوز نسبة استخدامات المشترك 36%. ضرائب تجبيها شركتان خاصتان تقدمان خدمات للدولة اللبنانية وتشغلان القطاع منذ العام 2009، فيما تتراجع إيراداتها عاما تلو الآخر. إعلان وزير الاتصالات عن استرداد القطاع تزامن مع تأكيد لجنة الاتصالات في البرلمان على أن القطاع قادر أن يدر قرابة 4 مليار دولار لخزينة الدولة وفق دراسة اللجنة. هي رح تستعمل الموارد والأدوات اللي كانت عم تدير فيهم شركتين القطاع وتكفي في الأمام، إنما أنا غير مؤمن بإدارة الدولة لموارد ومداخيل أساسية لها. اليوم قطاع مثل هذا القطاع حتما يجب عليه تشركة مع القطاع الخاص الدولي. يرفض وزير الاتصالات الخوض في موضوع إدارة القطاع، يكتفي بالقول إن الوزارة تعد دفاتر شروط لمناقصة جديدة، ينفي الكلام عن الطلب إلى الشركتين المشغلتين الاستمرار في العمل، إلا أن السجلات الدائرة في لبنان بين الفاعلين في القطاع تعكس بحسب متابعين انقساما داخل الحكومة حول كيفية التعاطي مع الملف. قرابة 5 دولارات هي تكلفة تبيان رقم المتصل، خدمة أساسية مفصولة عن التكلفة الأساسية، هي عينة عما يدفعه المواطن شهريا. ويبدو أليس هناك من مؤشر على تغير واقع الحال في القريب المنظور. جيس الحشفوري، العربي، بيروت.